أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا الخاصة بشأن استمرار انتهاك حريات الرأي والتعبير في العراق على يد السلطات الحكومية والميليشيات الطائفية، حيث أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا أكدت فيه أن الصحفيين والناشطين يواجهون العنف والمضايقة والملاحقة القضائية لمجرد مجاهرتهم بانتقاد أداء الحكومة أو أولئك الذين يكشفون عن ملفات الفساد. ويأتي تقرير المنظمة الحقوقية بالتزامن مع مرور الذكرى 51 بعد 100 ليوم الصحافة الوطنية العراقي، والذي جاء مع تأكيد منظمة مراسلون بلا حدود أن العراق يعد من البلدان الأخطر على الصحفيين. هذا وركزت منظمة هيومن رايتس ووتش على تلك القوانين التي وصفتها بالفضفاضة، والتي باتت تتيح ملاحقة السلطات ممن يعبرون عن آراء لا تعجب الحكومة أو من ينشر محتوى على الإنترنت ينتقد فيه الأحزاب. ولمناقشة هذه القضية سيكون معنا في هذه التغطية كل من في الاستوديو الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي، وعبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، وعبر سكايب أيضا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، فمرحبا بكم. وقبل البدء بمناقشة المحاور الرئيسية نتابع معا سادة المشاهدين هذا التقرير. انتقادك لفساد السلطات الحكومية داخل العراق سيجعلك عرضة لأنواع القمع والتنكيل الذي يصل إلى حد القتل والتغييب في السجون. هذا هو ملخص ما يتعرض له معارضو العملية السياسية منذ تأسيسها، لكن تلك الممارسات باتت أوضح وافتضح أمرها أكثر فأكثر مع انطلاق ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة. الصحفيون والناشطون في التظاهرات ومنتقدو فساد السلطة عبر الإنترنت يتعرضون منذ اليوم الأول للثورة إلى التهديد والمضايقة والملاحقة القانونية وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. المنظمة أكدت أن السلطات الحكومية تعاملت مع المنتقدين ليس فقط من خلال العنف والترهيب، إنما استخدمت نصوصا قانونية مبهمة لاستهداف الصحفيين والناشطين أو أي شخص يبدي رأيه بحق السلطة الحاكمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشمل من يكتبون على صفحاتهم الشخصية. ورغم عدم تمرير قانون الجرائم المعلوماتية المثير للجدل في البرلمان العام الماضي، إلا أن السلطة التنفيذية لم تبدو بحاجة لتمرير القانون الذي عدته منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية بأنه تهديد خطير لحق التعبير عن الرأي بسبب فقراته المبهمة ذات التفسيرات القانونية الفضفاضة، بجانب العقوبات القاسية التي يفرضها القانون نفسه، وهو الأمر الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية انتكاسة كبيرة لحرية التعبير في العراق. ما يثير الريبة بشأن مدى جدية حكومة الكاظمي بحماية حق العراقيين في التجمع والتظاهر السلمي وإبداء الرأي هو إعلان الحكومة في وقت سابق عدم وجود معتقلي رأي في السجون، وأن جميع من اعتقلوا لدى القضاء هم متهمون وفق قانون الإرهاب. وتؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش أن الكثير من ضحايا الرأي في العراق قدموا شكاوى للشرطة لحمايتهم دون جدوى، كما أن السلطات غير مهتمة بامتلاء السجون بمعارضيها، والهدف هو ترهيب الناس وإسكات أي صوت ينادي بوضع حد لفساد الطبقة السياسية الحاكمة وتسلطها على رقاب العراقيين. نعم، تابعنا هذا التقرير. أبدأ معك أستاذ شاهو، يعني يوم أمس وافق الذكرى 51 بعد 100 ليوم الصحافة الوطني العراقي، معروف بأن الصحافة في العراق تعاني ما تعاني منذ العام 2003 ولغاية الآن، وهي تتذيل، يعني الحريات الصحفية في العراق تتذيل على المؤشرات الدولية. في يوم الصحافة العراقية أستاذ شاهو، كيف تقيم هذا الواقع، واقع الحريات في البلاد لا سيما الصحفية، وما الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع في الصحافة في العراق؟
تحياتي لكم وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. حقيقة المهنة الصحافي أصبح أخطر مهنة في العراق، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة منذ تشرين ومظاهرات تشرين والثورة التي رأيناها إلى يومنا هذا، لأنه البيئة ملغومة تماما ولا يمكن أن تتوفر فيها حرية الصحافة للصحفيين حتى يحصلوا على المعلومات الكافية ويقدموها للرأي العام ويحركون الرأي العام نحو وجهة معينة. في العراق للأسف رأينا أنه في هذه الذكرى المهمة جميع المسؤولين والقيادات السياسية أصدروا بيانات وتصريحات وهنأوا الصحفيين وعبروا عن سعادتهم بهذه الذكرى، ولكنهم هم أنفسهم ساهموا بخلق بيئة ملغومة بالنسبة للصحفيين ولا يسمحون بوصول المعلومات الصحيحة للصحفيين، وأيضا يتجاوزون أو يقومون بتوفير التغطية الكافية لقمع الأصوات الحرة وقمع الصحفيين كما رأينا في الفترات السابقة. للأسف بعد 2003 وخاصة بعد الأحداث التي مرت بالعراق إلى ظهور داعش كان هناك انتهاكات كبيرة وعمليات قتل ممنهجة للصحفيين، بعدها أيضا في حرب على داعش كان هناك انتهاكات، تخرج الأمريكان من العراق وانتهى الحرب على الإرهاب. نرى أن الموجة الثالثة بدأت منذ المظاهرات تشرين التي حصلت، رأينا موجة ثالثة قمعية. هذه المرة سابقا كانت الحكومات أو كانت الأحزاب السياسية تتهم أطراف مجهولة أو تتهم الجماعات الإرهابية، بعد انتهاء هذه الأطراف لم يعد بإمكان هذه الأحزاب أن تتهم الآخرين، بل هي من تتحمل هذه المسؤولية. لماذا؟ لأنها أصلا لم تشكل الأساس الحقيقي لتشكيل دولة ديمقراطية. يعني في العالم عندما نتحدث عن دولة ديمقراطية نتحدث عن حرية الصحافة، لا يمكن وجود دولة ديمقراطية بدون وجود حرية الصحافة. في العراق لا يوجد دولة ديمقراطية، في العراق يوجد دولة ميليشيات، دولة أحزاب، لا يمكن لأي صحفي أن يقدم معلومة حقيقية دون أن يخشى على نفسه. رأينا في الفترات السابقة الصحفيين هربوا إلى أربيل، هربوا إلى خارج البلاد بسبب التهديد بالتعرض لأنفسهم ولعوائلهم، وبالتالي هذه أمور تؤشر على غياب البيئة الديمقراطية التي توفر الحماية للصحفي وتساهم في تقديم المعلومات الصحيحة له حتى يتم تشكيل هذه البيئة السليمة التي نتمنى أن يتشكل مستقبلا. وطبعا هذا الأمر بسبب غياب القوانين وأيضا بسبب غياب تطبيق الدستور. إذا رأينا الدستور في مواد الدستور وخاصة 38 من الدستور، هذه المادة تكفل، تقول أن الدولة تكفل حق الحرية التعبير وحرية الصحافة. نرى أنها على النقيض، الدولة لا تكفل هذه الحقوق بل تكفل توفير الغطاء القانوني أو غطاء الشرعي للجماعات التي تقتل الصحفيين وأصوات الحق. هذا التساؤل أردت به أن أتوجه به إلى الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، أجدد الترحيب بك أستاذ مصطفى. يعني كما تفضل الأستاذ شاهو القرداغي، يعني هناك تناقض، الدستور ينص على حرية التعبير وعلى حرية الصحافة في العراق، ولكن منذ العام 2003 ولغاية الآن، يعني نتذكر جيدا كيف أن القوات الأمريكية في ذلك الوقت، القوات الغازية المحتلة، كيف استهدفت الصحفيين في العراق، الوتيرة في تزايد خاصة مع ثورة تشرين. ما تفسيرك لهذا الأمر أستاذ مصطفى؟ نعم، هل تسمعوني أستاذ مصطفى؟ ألو. نعم أستاذ مصطفى، هل تسمعني الآن؟ الآن مسموع. نعم، سوف نعاود الاتصال بك مرة أخرى أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أعود إليك أستاذ شاهو القرداغي، يعني في فقرة الدستور التي قاطعتك فيها، هذا التناقض ماذا يفسر أن كل هذه الأحزاب مجتمعة هي من أسست مع الحاكم المدني في ذلك الوقت بول بريمر لهذا الدستور؟ التناقض أنه عندما يكون الصحفي أو الناشط في الصحافة الورقية أو عبر الإنترنت بأنه يفضح مجموعة أو ميليشيا أو حزب معين بملفات فساد أو انتهاكات تقوم القائمة وربما يصفى هذا الشخص ويهدد، كيف نفسر هذا التناقض؟ هؤلاء مثل الذين خلقوا آلهة من التمر ثم وقت الحاجة ووقت الجوع قاموا بأكلها ولم يراعوا القدسية التي هم منحوها لهذه الآلهة.
بلا شك هؤلاء الأطراف طبعاً في أي دولة عالمية، دولة تحترم حقوق الإنسان ودولة تحترم نفسها، تقدس القوانين التي هي شرعتها لأنفسها. هؤلاء شرعوا أو صاغوا هذا الدستور بملء إرادتهم، ولكن أيضاً لم يلتزموا بمواد الدستور. هذا يعني أنهم ليسوا رجال دولة حقيقيين. نحن دائماً نرى أن دول العالم ليس فقط الدساتير، بل حتى القوانين، مدى تطبيق القوانين والدساتير في الدول هو معيار كبير لمعرفة قوة هذه الدولة واحترامها لنفسها واحترامها حتى الاحترام الآخرين لها. يعني الأطراف الدولية أو الأطراف الخارجية والمؤسسات الخارجية عندما ترى أن الحكومة العراقية لا تحترم دستورها، وبالتالي هي تدرك أن هذه الحكومة ليست حكومة سليمة، وليست حكومة انبثقت عن رأي حقيقي للمواطنين. يعني حكومة جاءت عن طريق انتخابات مزورة، ربما هذا يفسر أن هذه الأحزاب أو هذه الشخصيات هي أصلا بعقائدها الفكرية والحزبية هي لا تؤمن بالتداول السلمي وبالديمقراطية، ولكنها أجبرت مع الاحتلال على صياغة هذا الدستور أو التوقيع بالأحرى التوقيع على هذا الدستور. هذه النقطة مهمة جدا، خاصة أن هذه الأطراف عندما صاغت هذه العملية نرى أن هناك ديمقراطية شكلية في العراق، هناك تداول سلمي للسلطة كما يقولون، هناك انتخابات، هناك كل الأمور الديمقراطية الشكلية، ولكن في الواقع هي غطاء لحكم الميليشيات وحكم الأحزاب. هم يؤمنون بحكم بدولة المواطنة والدستور العراقي أم لا يؤمنون بها؟ طبعا أغلبهم عندما صرحوا في تصريحات صحفية أو أحيانا صارحوا الجمهور قالوا أنهم ينتمون إلى مشروع ولاية الفقيه. إذن هم لا يؤمنون أصلا بهذه الدولة الوطنية، هم لا يؤمنون أصلا بهذا الدستور، هم دستورهم يتجاوز الحدود، يعني دستورهم لا يشمل فقط العراق، لا يؤمنون فقط بدولة العراق، بل يؤمنون بدولة ولاية الفقيه سواء كانت في سوريا في اليمن في لبنان، وبالتالي لم يتشكل عندهم هذا المفهوم. وحسب هذا المفهوم المنحرف عندهم فيجوز نهب العراق، يجوز استغلال ثروات العراق، يجوز تدمير قتل كل العراق من يعارضهم لصالح طبعا اسكات الاصوات، اسكات الاصوات لصالح هذا المشروع الخارجي. وبالتالي هذا الامر يؤدي الى عدم تطبيق القانون، عدم تطبيق الدستور. والامر الاهم ان عندما نتحدث عن رئيس الجمهوريه الذي يسهر على سياده العراق ويسهر على تطبيق الدستور، لا نعلم ان اين 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 تدخلات رئاسة الجمهورية أو أين تدخلات هذه السلطات ضد كل من يخترق أو ضد كل من ينتهك الدستور. إلى الآن نرى أنه منذ 2003 كل طرف يأتي بالمواد الدستورية التي توافق مع رغباته السياسية، ويعارض المواد الدستورية التي تخالف رغباته السياسية. وبالتالي هذا وخاصة هذا النص الذي يوجب عليهم احترام حرية الرأي وحرية الصحافة لم يلتزموا بها، ولا يتذكرون حرية الصحافة إلا كل عام عند استذكار هذه المناسبات حتى يظهروا للعالم الخارجي أنهم يحترمون القوانين ويحترمون حرية الصحافة. نعم أستاذ شهوة، أعود إليك. أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، يعني كما سألتك قبل انقطاع الاتصال بأن منذ العام 2003 ولغاية الآن الوتيرة في تصاعد باستهداف الصحافة في العراق، وهي يوم أمس كما أشرنا يعني وافقت الذكرى 51 بعد 100 لهذه الذكرى، ذكرى الصحافة الوطنية العراقية. أستاذ مصطفى، يعني منظمة Human Rights Watch أصدرت التقرير يوم أمس حول يعني الانتهاكات التي تمارس من قبل السلطات الحكومية ضد الصحافة وضد الناشطين في العراق. كيف تقرأ هذا التقرير أو التقارير التي تخرج بين الحين والآخر التي تصف الوضع المظلم إذا صح التعبير للصحفيين والناشطين في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي زملائي الذين انضموا معنا في هذا البرنامج، كما أحيي زملائنا الذين حافظوا أمانة الكلمة شرف طيلة سنوات الغزو الاحتلال التي شهدها العراق وكاد على الموقف في وقوفهم مع شعب تقوى الغزو عملاء الذين سيدهم هذا الاحتلال على نقاب العراق. الحقيقة التي صدر يوما رايتس ووتش هو
التقارير التي عن هذا المجال لا تعبر الا يعني حقائق في العراق. الجميع يعلم لا توجد حرية صحافة ولا حرية تعبير. الحديث الذي يجري عن هذا الموضوع في الدستور يعني هذه نصوص لا قيمة لها في الحقيقة، لأن كما تفضل الأخ شاهو يعني لا توجد جهة في الحقيقة في العراق تحترم الدستور ولا يعني تقوم بصيانته والحفاظ على تنفيذه، سواء المسمى رئيس الجمهورية أو جهة أخرى. يعني نحن مع رفضنا لهذا الدستور الاحتلالي الذي يقسم العراق ويرتهن مستقبله ويعني يجزئ شعبه، لكن مع ذلك حتى هؤلاء الذين يعني جاءوا بهذا الدستور لا يلتزمون به. هذا التقرير الذي تتحدثون عنه أو نتحدث عنه اليوم هو ليس إلا صورة مصغرة جدا وحقيقة لا تلم بكافة أطراف الموضوع الذي يجري في العراق، من انتهاك للحريات، من كتم لل يعني الآراء، ومن تقييد لكل معاني الحريات في العراق، ومنها وفي مقدمتها حرية الصحافة وحرية التعبير والقيود المفروضة ليس فقط على يعني وسائل الإعلام من المقروءة أو المسموعة أو المكتوبة أو المرئية، ولكن أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي في بكل أنواعها. ونحن شهدنا في السنوات الماضية، طيلة السنوات الماضية يعني ليس في حقبة محددة، سواء بحقبة نوري المالكي أو عادل عبد المهدي أو مصطفى الكاظمي أو أي حقبة، طيلة الحقبات الماضية الحقب الماضية كنا نلاحظ ونسمع الكثير من حالات يعني اعتقال الناشطين الذين أدلوا ببعض الآراء، أدلوا ببعض الآراء في وسائل التواصل الاجتماعي أو كشفوا بعض المعلومات أو قدموا بعض الوثائق، ولم يكونوا يعني يتهمون بالتزييف والتزوير أو بالكذب، وإنما يعني كان يلقى القبض عليهم لأنهم أدلوا بمعلومات حقيقية عما يجري في العراق. مع بدء ثورة تشرين ازداد القمع يعني بشكل واضح، بل تحول من قمع إلى إرهاب رسمي تمارسه السلطات وخاصة سلطات عادل عبد المهدي التي قتلت العراقيين في الشوارع. ويعني مع ذلك رغم كل هذا القمع والإرهاب الذي تعرض له الصحفيون والإعلاميون بكل وسائل الإعلام وأيضا الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن صوت الحقيقة ظهر ويعني ظهرت حقائق الأمور التي تجري في العراق، وبدأ عاليا صوت شعب العراق الرافض للاحتلال وللعملاء. نعم، أعود إليك يا أستاذ مصطفى وأجدد الترحيب بمسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، يعني ذكرتم في تصريح لكم يوم أمس بمناسبة يوم الصحافة الوطني العراقي بأن العراق أصبح البلد الأول بعد العام 2003 من حيث جرائم قتل الصحفيين. من يقف وراء هذه الجرائم المتكررة منذ العام 2003 ولغاية الآن؟ لك أخي الكريم والضيوف الكرام والمشاهدين، الحقيقة هذه الجرائم بدأت تتوالى بشكل متصاعد جدا منذ غزو العراق احتلاله عام 2003 وحتى اليوم. مع الأسف الشديد العراق البلد الأخطر عالميا بالنسبة لحياة الصحفيين. قتل في العراق مئات الصحفيين، منهم صحفيون عراقيون ومنهم عربا ومنهم عرب ومنهم أجانب حتى يعني غربيون. هذه الجرائم الكثيرة التي وقعت على أرض العراق بعد احتلاله، يتحمل مسؤولية هذه الجرائم هو من يدعي إنفاذ القانون في البلد بعد الاحتلال،
وهم قوات الاحتلال والحكومات وحكومات الاحتلال المتعاقبة التي تحكمت بالعراق منذ 2004 وحتى اليوم. بالمجمل هنالك مشاركة حكومية واسعة، ضلوع هذه الحكومات بجرائم قتل الصحفيين. الدليل على ذلك أنه ولا أي مرتكب لهذه الجرائم النكراء تمت محاسبته فضلا عن معاقبته. ولك أن تتصور والمشاهدون أيضا أخي الكريم أن هذا الإفلات المطلق من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم والجرائم الأخرى حقيقة مع الأسف هو السائد في العراق منذ 2003 وحتى اليوم. فيعني هذا دليل ضمن عشرات الأدلة بل مئات الأدلة على تورط القوات الحكومية والميليشيات الموالية لإيران بقتل الصحفيين وتهديدهم وإرهابهم وإجبارهم على الخضوع لرغبات السياسيين والشخصيات النافذة والأحزاب المتحكمة في البلاد. وهذا طبعا سيؤدي بالنتيجة إلى اندثار مهنة الصحافة. وما نراه اليوم على الأرض في العراق الحقيقة يحكي لنا واقعا مريرا لما وصلت إليه أوضاع الحريات العامة والصحافة والتعبير عن الرأي. هنالك يعني في الدستور مواد تنص على حماية حق المواطن بالتعبير عن رأيه وأفكاره وبأي وسيلة كانت، والتجمع والاجتماع والتظاهر بما لا يخل بالنظام. والكل يشهد أن التظاهرات التي جرت في العراق هي تظاهرات حضارية سلمية شعبية، قادها شباب العراق الجديد، لم يتدخل لم تتدخل أي جهة سياسية بهذه التظاهرات. فنجدها تظاهرات حضارية سلمية تحافظ على النظام وحريصة حقيقة على إنفاذ القانون أكثر من الحكومة نفسها. والأحداث هي الدليل على ما ذكرت. ولكن مع الأسف الشديد العنف غير المبرر والقوة المميتة غير القانونية التي جابهت بها الحكومات، حكومات الاحتلال الحالية والتي سبقتها، لا يزال هنالك تواصل قتل المتظاهرين السلميين. مجابهة الحكومة لهذه التظاهرات السلمية الشعبية تسببت بمقتل أو استشهاد أكثر من 700 متظاهر بينهم عشرات الصحفيين البارزين. وإلى اليوم يعني حتى في مركز إكرام لحقوق الإنسان هنالك تقرير يقول أنه قتل المتظاهرين السلميين متواصل في العراق أو يتواصل في العراق، وذكر في التقرير الكثير من الشواهد على ذلك. فهذه الحكومة كسابقاتها نهج القمع للتظاهر السلمي ومصادرة رأي الشعب ومقابلة التعبير عن الرأي بالعنف هو هذا النهج السياسي المتبع في العراق منذ 2003 وحتى اليوم، ولا رغبة للحكومات المتعاقبة في التخلي عنه، عن هذا النهج. وهو طبيعة غير لا نتفاجأ بها من حكومات تشكلت من ميليشيات وعصابات خارجة عن القانون أصلا ولا تعترف به، وهي غير معنية باحترام الدستور
ولا نعم دكتور أيمن، الالتزام أنا أعود بالمواثيق إليك لاستثمار والاتفاقيات الوقت. الدولية. نعم أعود إليك أستاذ الشاهو، يعني ما الخطر الذي يشكله الصحفيون في العراق حتى تصل الأمور إلى كل هذه الانتهاكات من قتل واعتقال واختطاف وتعذيب؟ الخطر هو فضح الملفات الفساد الكبيرة التي نعم. موجودة داخل مؤسسات الدولة، لأنه تحقيق الصحفي هل يشعر السياسيون اليوم من كشف هذه الملفات حتى أصبح يعني كل السياسيون يتحدثون عن ملفات الفساد؟ الشهيد نعم. أحمد عبد الصمد في البصرة نعم. كان رحمه الله. يحمل هاتفه ويصور ملفات الفساد فقط نعم. قتل وإلى الآن لا أحد يدري من قتله، من قتله نعم. من المستفيد من قتل هذا الصوت الذي يفضح الفاسدين؟ بلا شك الطرف الفاسد نعم. والطرف الفاسد هو ليس الطرف المجهول أو الطرف الثالث، لا، هو الطرف الذي يشارك في الحكومة ولديه أذرع سياسية ويخشى من فضحه وكشف ملفات الفساد لديه. وبالتالي هذه طبعا الأطراف السياسية تدعم الصحافة الصفراء، يعني تدعم نعم. الصحافة التي تطبل وتتغنى بالعملية الديمقراطية والعملية السياسية، والأحزاب هي تريد ترسيخ هؤلاء. ولكن على الرغم من ذلك وعلى الرغم من البيئة الملغومة الخطيرة للصحافيين، إلا أن الأصوات الحرة لا زالت موجودة. بلا شك أن ملفات الفساد في العراق منذ 2003 وإلى الآن مليارات الدولارات ضائعة. عندما تدخل إلى أي مؤسسة من مؤسسات المراكز الصحية، المستشفيات، المدارس الطينية وغيرها، جميعها أدلة على وجود فساد بشكل كبير. يعني نحن لا. على الرغم من الإيرادات الداخلية لدينا مساعدات خارجية، ورغم ذلك لم يبنى شيء، لا يوجد أي مشروع استراتيجي. الصحفي يبحث عن الحقيقة، يبحث عن حقيقة هذا الفساد، يحاول تفكيك هذه المنظومة الكاملة من الفساد، وخاصة الصحافة الاستقصائية. للأسف البيئة ليست مناسبة لهذا الأمر، لو كانت البيئة المناسبة لانكشفت ملفات أكبر من الفساد. يعني نحن نرى أنه على الرغم من كل هذه المخاطر وكل هذه التهديدات، رغم ذلك هناك أصوات إلى الآن، صحفيين أحرار يحاولون أن يقدموا المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين. سؤالك الأبرز، لماذا يخاف المسؤولين من الصوت الصحفيين؟ ما يدل على خوف المسؤولين من أصوات الصحافة هو إدارتهم لعمليات القمع. نحن نرى أنه منذ مظاهرات أكتوبر لدينا أكثر من 400 انتهاك بحق الصحفيين، من قتل واختطافات وتعذيب وإغلاق قنوات فضائية. لماذا لم يصل أي تحقيق أو أي لجنة للتحقيق في هذه الانتهاكات إلى نتيجة؟ نعم. الآن لدينا حكومة جديدة بقيادة صحفي كان صحفيا سابقا، السيد نعم. مصطفى الكاظمي، ولكن عندما يصل إلى السلطة لا يستطيع أن يتبنى هذه القضايا، لأنه لا يستطيع مواجهة الدولة العميقة التي تحارب الصوت الحق وتحارب الرأي الحر وتحارب الصحافة الحرة. نحن لا نعاني من فقط مسؤول أو قيادي حزبي أو قيادي ميليشياوي، نحن نعاني من منظومة كاملة، منظومة كاملة اسمها الدولة العميقة، هي تحارب هذه الأصوات الحرة وبالتالي تخشى من فتح هذه الملفات. على سبيل المثال لدينا دولة السويد، عندما أرادت أن تحارب الفساد أعطت الحرية الكاملة للصحفيين وحرية الوصول وقدرة الوصول إلى المعلومات والشفافية داخل مؤسسات الدولة. الآن المؤسسات الدولة تخشى من الصحفي أكثر من خشيتهم من المؤسسات القضائية، فأصبح عاملا لمحاربة الفساد تماما. نعم. تماما. أي دولة تريد أن تحارب الفساد يجب أن توفر كامل الأدوات للصحفي وللصحافة الحرة بأن تعمل. في العراق الأمر مختلف تماما. نعم. في العراق هناك إرادة لترسيخ الفساد وغلق هذه الملفات، وبالتالي ماذا يقتضي هذا الأمر؟ يقتضي خلق بيئة طاردة لكل الصحفيين والقدرات الصحفية. نعم. وحتى لا يسمحوا لأحد بفتح هذه الملفات، وبالتالي يسرق المسؤول الثروات بشكل حر وبشكل دون عوائق، ولا يخشى، طبعا لا يخشى من مؤسسات الدولة والقضاء، يبقى الأصوات الحرة وأيضا يقمعها بهذه الطرق البوليسية التي نراها اليوم. وكنتيجة لذلك إلى الآن لم نرى أي محاسبة أو أي تقديم للجنات الذين قاموا بالاعتداء على الصحفيين. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن هناك قبول ضمني من قبل الحكومة، من قبل أجهزة الدولة بعمليات القمع، وبالتالي هذا يصب في مصالحهم، يعني بث الرعب والخوف داخل قلوب الصحفيين حتى لا يعملوا ويتوقفوا عن أعمالهم هو هدف جوهري للسلطة الحالية، وبالتالي هي
توفر كل أشكال الدعم والحماية لكل الأطراف، العصابات، المافيا تسميها، ميليشيات تسميها، حتى يقوموا بتهديد الصحفيين، حتى يقوموا باغتيال الصحفيين، حتى يقوموا بطردهم من منازلهم. إلى الآن هناك صحفيين خرجوا من منازلهم بسبب التهديدات ولم يعودوا إليها إلى الآن حتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة. هذا يعني أن إلى الآن السلطة القمعية للأسف والميليشيات لديها القدرة الكافية على فرض سيطرتها، وللأسف الحكومة الجديدة لم تستطع إلى الآن أن تحول أو تنقل شعاراتها وبياناتها إلى أرض الواقع وإلى خطوات ملموسة حتى يشعر الصحفي فعلا أن البيئة تغيرت وأصبحت بيئة سليمة توفر له قدرة الوصول إلى المعلومات وتقديمها إلى الرأي العام. نعم أعزائي المشاهدين، يعني نتابع وإياكم أبرز ما وثقته عدد من المنظمات الدولية حول الانتهاكات التي تطال الناشطين والصحفيين في العراق. نتابع هذا التقرير المصور ونعود إليكم. نعم أستاذ مصطفى ومصطفى كامل، وأنت كصحفي، العراق البلد الأخطر على الصحفيين، ما الذي خسره العراق جراء سياسة تكميم الأفواه للصحفيين والناشطين؟ خسر الحقيقة، والحقيقة خسرت ما يجب أن يعلن من خلال وسائل الإعلام عن حقيقة الأمور في يعني واقع الأحداث التي تجري في العراق، وهذا الأمر يعني كان مخططا له وجرى تنفيذه بكل قصدية وبكل حذافيرة في الحقيقة. يعني هذا أمر مخطط له منذ أيام الغزو العسكري، العدوان العسكري الذي تعرض له العراق. كان هناك إصرار من جانب قوات الغزو الأمريكية والبريطانية على تعتيم يعني أو التعتيم عن ما يجري في العراق من مآسي، وقبل ذلك أيضا كان يعني هناك محاولة لكتم الحقائق عن الأحداث التي تجري أو المعاناة الإنسانية التي تجري خلال مرحلة الحصار الظالم الذي كان يتعرض له العراق، وبالتالي هذه خطوات حجب الحقائق وكتم الأصوات المعبرة عن الحقيقة يعني كما قلنا مخطط جرى تنفيذه بمراحل. ونذكر أيضا في هذا الصدد الهجوم الذي تعرض له مبنى قناة الجزيرة خلال أيام الغزو العسكري، وأيضا مكتب قناة أبوظبي التلفزيونية الذي كان قريبا منه، والمكاتب الصحفية لمراسلي بعض الوكالات الأجنبية وخصوصا وكالة رويترز في فندق فلسطين في بغداد خلال أيام العدوان. كل هذه وغيرها يعني محاولات أو مثابات على طريق تنفيذ هذا المخطط، وأيضا يعني هم جاءوا بكذبة تتحدث عن إشاعة الديمقراطية، وبالتالي ألغوا حتى وزارة الإعلام في العراق
يعني في محاولة بائسة ومفضوحة للحديث أو للتعبير عن فكرة ديمقراطية وحرية التعبير، لكنهم أسسوا أنظمة أكثر يعني دموية وبشاعة من الذي يعني يقولون أنهم جاءوا لتحرير العراق منه، وفي الحقيقة يعني هذا تحرير للعراق من شعبه، ومن من لا يمكن أن يكون تكون هذه الفكرة حقيقية. المحتل لا يمكن أن يقدم حرية ولا ديمقراطية ولا أمنا ولا استقرارا لأبناء البلد الذي يحتله. أبناء الوطن هم من يقدمون لشعبهم الحرية والاستقرار والديمقراطية وفرص البناء. نعم دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، يعني ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في حرية التعبير، العراق هو عضو في الأمم المتحدة ومصدق على هذه المواثيق. ألا تعد الانتهاكات التي تقع في هذا الصدد هي خرقا للمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق؟ قطعا أخي الكريم، هنالك يعني الكثير من الانتهاكات والخروقات لهذه المواثيق وعدم الالتزام بها وعدم تقديم تقارير دولية بتقارير عفوا دورية بالاتفاقيات والمواثيق التي صادقت عليها حكومات الاحتلال، فضلا عن المواثيق والاتفاقيات التي دخل فيها العراق وكان قبل الاحتلال. ولكن مع الأسف الشديد هذه الحكومات كما ذكرت هي متكونة من حكومات شكلتها ميليشيات، شكلتها عصابات لا تؤمن بالقانون ولا تريد حتى أن يسائلها أحد. المشكلة هنا مركبة في العراق، لأنه من يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ومن يدعي الحفاظ أو ضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب هو من يوفر لهذه الحكومات الغطاء السياسي، وهو من يوفر لها الدعم والتسليح والتجهيز وحتى التسويق السياسي في الأروقة الأممية والدولية. الأمر يعني مشكلة العراق مشكلة مركبة، لأن الجهة المعتدية بهذا الجانب هي الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الذين يوفرون يتحدون العالم بميزان القوى الذي يسيطرون عليه، يتحدون العالم كله ويتنكرون للمواثيق حتى التي قطعوها على أنفسهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. وهنا طبعا حتى سميت هي حقوق الإنسان لأنها تعني الإنسان بغض النظر عن عرقه أو لونه أو خلفيته أو دينه أو قوميته. ولكن ما نراه على الأرض هو يخالف ما تم الإعلان عنه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليس فقط فيما يخص مسألة الصحفيين، لكن هنالك الكثير من الملفات التي بان يعني سقطت ورقة التوت عنها وظهرت حقيقة هذه الجهات التي يعني يعني في ظل هذه الانتهاكات التي حدثت وتحدث بحق الصحفيين، وفي ظل القضاء المسيس الذي يحكم العراق، هل للضحايا الحق في التوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الجهات القاتلة والمنتهكة للصحفيين والناشطين؟ يا أخي التوجه إلى المحاكم الدولية الجنائية الدولية أو المحاكم الدولية لها شروطها، والشروط متوفرة في العراق المطابقة لما تم ضبطه من بنود
للتدخل الجهات الخارجية، لأنه استنفاذ الشروط العدالة الداخلية أو الوطنية هنا في العراق، القضاء مسيس، القضاء غير معني بتحقيق العدالة، القضاء ينفذ رغبات الجهات الحاكمة في العراق بشكل مرعب، القضاء يعني يشارك حقيقة في كثير من الأحيان، كثير من القضاة لهم ارتباطات حزبية ولهم ارتباطات مع الحكومة، وهذا الأمر طبعا يعني لا يمكن بأي شكل من الأشكال محاسبة المرتكبين ومحاسبة الجنات في هذه الحالات، لأنه حتى القاضي مع الأسف الشديد بات يفكر أو ينحاز بشكل، لأن ينحاز إلى الجاني، لأن ليس الهدف من القضاء اليوم هو تحقيق العدالة، وإنما الهدف من القضاء هو القضاء على الشعب وعلى المناهضين والانتقام من يقف بوجه الحكومات المتعاقبة للاحتلال. والسجون تعج حقيقة واكتظاظ شديد بمئات الآلاف من الأبرياء الذين تمت محاكمتهم غضون دقائق في غضون دقائق، ولم يعني حتى القاضي يستمع إلى شكوى المتهمين، لكنه لا يرعي لها بالا ولا يلقي لها بالا. نعم دكتور أيمن، وبالنتيجة هو يعني معني بالأحكام الجائرة التي صدرت بحق المئات من أو الآلاف من المعتقلين الأبرياء. نعم. أستاذ مصطفى كامل، وأنت كصحفي، يعني المشهد الصحفي والإعلامي في العراق منذ العام 2003 يعني جعل هناك صحافة تابعة وقنوات تابعة من قبل الأحزاب، تابعة للأحزاب وسياسيين معروفين، وصحافة يعني تنقل هموم العراق والعراقيين. يعني هذا الشق في صف الصحفيين في العراق، كيف ترونه أنتم كصحفيين؟ الحقيقة الذي يجري في العراق هو حالة من الفوضى المطلقة في المجال الإعلامي. هناك يعني ليست هناك حرية وإنما هناك فوضى، هذه الفوضى يستخدمها ويستفيد منها الأحزاب والميليشيات الإرهابية التي باتت الآن لديها دكاكين إعلامية، العهد والاتجاه وبلادي وغير ذلك، كثير من يعني القنوات التي، وطبعا المواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء والصحف والمجلات، وكلها تعبر عن مفاهيم طائفية وعرقية وإرهابية إقصائية لفئات واسعة من الشعب العراقي ولرموز الشعب العراقي، بل لرموز عربية وإسلامية عبر التاريخ. هذه الفوضى لا يمكن على الإطلاق أن توصف بأنها حرية صحافة. نعم، المحتل الأمريكي كما قلت ألغى وزارة الإعلام بزعم أنه يريد أن يقدم أجواء أفضل للصحفيين ويتيح لهم يعني حرية التعبير وحرية إنشاء وسائل الإعلام دون تقييد، لكن في الحقيقة هو أنشأ شبكة الإعلام العراقي وأنشأ منظومة الاتصالات وهيئة الاتصالات وغير ذلك، وهذا يعني إنشاء هذه المنظمات أو الجهات الحقيقة لا يقصد منه تنظيم العمل، تنظيم نحن مع تنظيم العمل بكل الطرق، ولكن يقصد منه إرهاب وإقصاء الأصوات الوطنية التي تعبر عن يعني حقيقة ما يجري في العراق. ولذلك رأينا على سبيل المثال
محاربة العديد من وسائل الإعلام ومحاربة العديد من الصحفيين، إغلاق الإذاعات. يعني أنا أتذكر على سبيل المثال من أولى الإذاعات التي وسائل الإعلام التي أغلقت إذاعة أم القرى التابعة لهيئة علماء المسلمين في بغداد، أغلقت وصودرت أدواتها وأجهزتها ومعداتها وتم الاستيلاء على مقرها، وكل ذلك تحت ليافقة تنظيم العمل الإعلامي، وفي الحقيقة كما قلت هو إرهاب الصحفيين وإرهاب وسائل الإعلام. وقد شاهدنا الكثير من هذه، يعني إذا كانت إذاعة أم القرى هي الأولى، فقد شاهدنا الكثير من محاولات تفجير مقرات لوسائل الإعلام، الاعتداء على صحفيين، الاعتداء على مقرات قنوات تلفزيونية، مكتب قناة الرافدين في بغداد في العام 2006. نعم، وسائل الإعلام حظ اغتيالات لوسائل الإعلاميين. نعم. اغتيل على سبيل المثال نقيب الصحفيين السابق المرحوم أبو ربيع، يعني هذا أيضا، وكثير من الصحفيين فقط لأجل كتم هذه الأصوات التي يعني كما قلنا تعبر عن حقيقة ما يجري في العراق. نعم، كل هذا أعيد التأكيد يعني على المقاطعة أستاذ مصطفى، ولكن الوقت نعم لم يتبقى سوى دقائق قليلة. أستاذ شاهو، يعني على الرغم من هذه التقارير الدولية من قبل المنظمات أو الأمم المتحدة التي تصف فيه الوضع في العراق للصحفي من ناحية الخطورة، ولكن في نفس الوقت لا نجد تلك الجدية الحقيقية إن كان من الأمم المتحدة أو من قبل دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة كما تطالب صراحة دول غير العراق بيجب احترام حرية الصحافة. كيف تفسر هذا كذلك التناقض من قبل هذه المنظمات أو الدول؟ حتى في بداية أحداث تشرين والانتهاكات الكبيرة التي حصلت، ربع هذه الانتهاكات لو حصلت في أي مكان من الآخر من العالم لتم التركيز عليه إعلاميا بشكل أكبر. وبلا شك أن الصوت الحر للصحفيين داخل العراق لنقل أصواتهم إلى الخارج كان لهم مساهمة كبيرة في ملء الفراغ الذي أحدثه الأطراف الدولية التي وقفوا وصمتوا ولم يتدخلوا. بلا شك أنه لا يوجد التدخل الفاعل والتدخل الجدي الذي يفرض على الحكومة العراقية احترام مبادئ حقوق الإنسان على الأقل واحترام دستورها والقوانين التي هي صاغتها بأنفسها. لا يوجد هذه الجدية. لو كانت هذه الجدية موجودة من قبل الخارج ومن قبل الأطراف الخارجية على الحكومة العراقية، على الأقل كانت تشكل لجان وكانت تنشغل بالبحث عن الجنات وتوفير بيئة آمنة. ولكن الحكومة العراقية أيضا تدرك أن هذه الأطراف الخارجية في إداناتها، في تدخلاتها، في مطالباتها ليست جدية لتحقيق هذا الأمر، بل هي تقوم بذلك لرفع الحرج وكاستجابة للمطالبات المستمرة للأطراف الخارجية، لأنها أيضا تدرك أن الأطراف الداخلية في العراق للأسف ليست أهلا للمسؤولية، لأنها لا تتعامل مع رجال دولة تشعر بضرورة بناء دولة حقيقية، بل تتعامل مع رجال مصالح جاءوا لدولة حتى ينشغلوا بالنهب والسلب، ولا يهمهم لا حرية صحافة ولا حرية تعبير عن الرأي ولا حرية الوصول إلى المعلومات. هذه الأمور أمور جانبية بالنسبة لهذه الأطراف الموجودة. نحن نحتاج إلى قادة يقولون للمقابل رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي، حتى يقومون هذا الأمر، حتى يقومون هذا الخلل، لأن حرية الصحافة تقدم النصائح للقادة، يعني للقادة لصناع القرار حتى يقوموا حتى يصححوا الأخطاء. للأسف هذه العقلية إلى الآن غير موجودة، بل عقلية العصابات ورجل العصابات والمافيا الذي يعتبر أن من يفضحه ويكشف سرقاته وتجاوزاته على القانون خطرا يجب قمعه والتصدي إليه. وبالتالي ما دام هذه العقلية مستمرة للأسف فإننا لا نستطيع أن نحصل على حتى التعاطف الدولي الكبير الذي يجبرهم. مثلا موقف الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي راعية هذه العملية السياسية، بالأخير فلا تنتقد كثيرا أو لا تطالب بحماية الصحفيين بشكل جدي كما تطالبه في حالات أخرى من دول. تأسيس هذه الحالة المنحرفة في العراق هو
تدخل أمريكي وجلب إيراني واتفقوا على هذه التشكيلة المنحرفة. هؤلاء يتحملون المسؤولية بلا شك، وأي أخطاء يمكن أن تعلق على مسؤوليتهم، وبالتالي هم لا يريدون أن يحملوا أنفسهم، بل يحملون الإيرانيين والإيرانيين يحملون الأمريكان، وبالتالي يضيء الحقيقة. ولكن فعلا هم يتحملون مسؤولية جلب هؤلاء قادة مافيا وليسوا رجال دولة، وهم يتحملون أخطاءهم، ويجب أن يبادروا ويصححوا هذه الأخطاء التي تحصل الآن. الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شهوة القرداغي كان معنا، وعبر سكايب كان من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، وعبر سكايب أيضا رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل. شكرا جزيلا لكم أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية التي ركزنا فيها حول الصحافة في العراق وحول التقرير الدولية التي ترصد الانتهاكات من قبل السلطات الحكومية والميليشيات بحق الصحفيين والناشطين في العراق. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.